الخوت السلام عليكم. كل داكشي اللي حقه المغاربه في المونديال ديال قطر والسمعه الطيبه اللي راكموها في العالم كله، كيجي واحد اخي شبيش وكيضرب المغاربه كلشي في الزيرو. وهي يا خوتي سائق سياره اجره، شيفور طاكسي، مع كامل الاحترام ديالنا المهنيين الحقيقيين الشرفاء ديال هذا القطاع، قطاع النقل الحضري، سواء كان كيتعلق الامر بصحاب الطاكسيات الكبيره او الصغيره، بحالهم بحال جميع القطاعات، فيهم الصالح وفيهم الطارئ. هذا السيد ضرب لينا كلشي في الزيرو وجاب لينا التمام وخلى الشهاده ديالنا عالميه، يوتيوبر عالمي معروف، معروف على الصعيد العالمي كله، واللغه باش كيخاطب العالم باللغه الانجليزيه. وراكم خوتي عارفين الجماهير ديال اللغه الانجليزيه شحال هما وشحال كيسواو في العالم. هذا اليوتيوبر العالمي المعروف كان حضر المونديال قطر وتابع العديد من المباريات وشاف كل المباريات اللي قاموا بها المغاربه تما واللي شرفوا بها المغاربه والعرب والافارقه. هذا السيد عجبوه المغاربه مزيان وكان من الداعمين الاساسيين ديالهم تما، قال ما فيها باس نمشي للمغرب ونضرب دويره ونتعرف على المغاربه والثقافه والعادات ديالهم عن قرب. ولكن هذا السيد غير حط رجليه في المطار، وللاسف الشديد بسبب العقليات المتحجره اللي مازال عندنا هنا في البلاد واللي هي اللي مخليه البلاد ديالنا ما عمرها تزيد لقدام، كيلقى او كيتصادف بهذا سائق سياره الاجره واقف في الباب ديال المطار، تما شدو وتكرفص عليه مزيان ماشي بالدقعة وبالعصا ولكن غير بالبارود. تصوروا معايا اخواني اخواتي، هذا السائح الاجنبي او اليوتيوبر وقف على مول الطاكسي وقال لي شحال غادي تهزني من هنا، يعني من المطار ديال المنار الى ساحه جامع لفنا وسط العاصمه السياحيه للمملكه اي مراكش الحمراء. تصوروا شحال طلب، علما اخوتي باش تكونوا على بال، فالسلطات المحليه ديال مدينه مراكش محده واحد الطريفه وهي 70 درهم، ما يزيدش عليها السنتيم الواحد، 70 درهم من المطار ديال المناره الى ساحه جامع لفنا. وهذا خونا يعني شيفور طاكسي، تصوروا شحال طلب منه، طلب منه اسيدي 7000 ريال 350 درهم. وهذاك اليوتيوبر الاجنبي ما خسرش ليه، قال ليه مرحبا، قال لي راه واقيلا راه ربما شويه غاليه، قال ليه لا هذا هو الثمن وهذه هي الطريفه باش كنوصلوا للناس. داك السائح او اليوتيوبر ضرب يدو لجيبو وجبد ليه 350 درهم حطها ليه، في حين انه كان كيسجلوا بكاميرا سريه دايرها في صدره او جيبه او معلقه في شي بلاصه ما يبانش لك خونا نهائيا. وهذا سائق الطاكسي للاسف الشديد زاد كبر كرشو اكثر من اللازم، شفارو كيقول هل من المزيد، ما حشم ما راح وما دارش بوجه الناس اللي كيخدموا هاد البلاد والناس اللي كيشرفوا سمعه المغاربه وكيرفعوا العالم المغربي عاليا في السماء. شد 350 درهم ضربها في جيبه وقال لي انا غير خدام، انا شنو الكاميرا ديالي، شنو التطويره اللي غتعطيني، ما كرهتكش تزيدني، خاصك تزيدني، انا غير شيفور وغير خدام، وهاد 350 درهم ما عندي ما ندي فيها. شوفوا الجشع والجوع فين وصل معايا بطل، هذا راه عنده زعما رخصه الثقه البيرميد كونفيونس وما عملش به نهائيا، يعني خائن للامانه هذا القنطو. تصور مثلا تنسى عنده الفلوس او شي غرض من الاغراض ديالك بحال هاد النوع يجيبهم لك، والله لا بقيتي تشتيهم، والله ما يقال عليك، والله ما يرحمك، وينكرك ويخرج عينيه في وجهك، بحال هاد النوع لا ثقه فيه ولا سمح عليه ولا بسبب كندعو من عند المنبر السلطات المحليه والامنيه والقضائيه ديال مدينه مراكش باش ما ترحموش نهائيا وتعطيه داكشي اللي كيستحق عقوبه مشدده. والناس اهل الاختصاص راهم عارفين اشنو كنقصد. المهم هاد ود الذين كيف قلت لكم زاد ما حشم ما راه، وقال داك السائح الاجنبي انا غير خدام وخاصك تزيدني، قال لي شحال؟ قال لي على الاقل خاصك تحط لي حضيره هنا 50 درهم بالتمام والكامل. وهنا داك السائح او اليوتيوبر الاجنبي لقى راسه مضطر باش يحط ليه 50 درهم، ولكن كلشي كيف قلت لكم كان كيتسجل، وهنا في كانت الفضيحه بجلاجل، حط ليه 50 درهم هي 400 درهم بالتمام والكامل، يعني زاد عليه 330 درهم كلها زاد عليه، بحكم ان الثمن الحقيقي ديال الطريفه ديال نقل اي سائح او مواطن مغربي او اجنبي الثمن ديالها هو 70 درهم من مطار المناره الى ساحه جامع لفنا او ما يعادلها. 330 درهم كلها ضربها ليه هكاك باطل وداها ليه هباء منشورا. ولكن مسخوط الوالدين ما كانش عارف راسو مهامل وما كانش عارف بان الامر كيتعلق بيوتيوبر عالمي، مقطع واحد بسيط في القناه ديالو قادر تروعو وتصيفطو للحبس مباشره. وهادشي اللي وقع قداش، فهاد اليوتيوبر حتى هو ما سكتش ونشر فيديو فاضح حول هاد القضيه، علما ان المتضرر الاكبر من هادشي كله هو المغاربه والمغرب والسمعه ديال بلادنا اللي نطخها هاد السيد ومرخها في الحضيض.
وفي نظركم اخواني اخواتي اش غادي يقولوا علينا الاجانب النصارى اللي غادي يتفرجوا في هذا الفيديو؟ وشنو غادي يقولوا على المغرب اللي شحال منهم كانوا معجبين به وباللاعبين ديالو وبالانجازات والانتصارات التاريخيه ديالهم في مونديال قطر؟ بلا شك في البلد اللي كيحصل للمرتبه الرابعه في المونديال كلشي كيولي باغي يعرفه، والكل كيولي مهتم بالثقافه والعادات وطبيعه عيش المغاربه. هذا حب الاستطلاع، واي واحد بما فيهم احنا المغاربه كنبغيو نعرفوا عادات وتقاليد الشعوب، خصوصا اللي كيكون عندها باع او كتحقق انتصارات كبيره في كره القدم. ولكن بحال هاد السيد، هاد سائق الطاكسي الشفار، ما حشم ما راه وما دارش بوجه المغاربه، وشوهنا ومرح اللحيه ديالنا في التراب. المهم السلطات المحليه مشكوره ديال مدينه مراكش نوضت القربالة والبلبالة على هاد خونا، ومشاو جابوه في رمشة عين، هزوه مباشرة وداوه للتحقيق. غير السؤال المطرح الآن هو واش غيتحال على العدالة ويتحاكم بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال، أم أنهم فقط غادي يكتفيو بسحب رخصة الثقة منه، يعني البيرمي كونفيونس، واش لشي مدة محددة ومعينة، أم غادي يسحبوه منه نهائيا وما عمرو غادي ياخذه؟ المهم هذه هي الأسئلة اللي مازال مطروحة. وانتوما إخواني أخواتي شنو في نظركم خاص يتم اتخاذه في حق هذا سائق الطاكسي الشفار؟ أيه شفار اللي كيطلب 400 درهم مقابل عملية نقل بسيطة ديال 70 درهم كيتسمى شفار، وما يمكن ليه أنا من هذا المنبر إلا نقول ليه أنت نصاب شفار وخائن للأمان وخاصك أشد العقاب والمساءلة. وفي الأخير وكيف قالت لي واحد السيدة كيخرجوا كيبقاو يتهموا غير الشفار الكبار، كيف كيف واش كيف؟ مال بلادنا منهوبة من طرف الشفارة الكبار، فين هي المساءلة والمحاسبة للفاسدين الكبار؟ أي يا سيدي عندنا فاسدين كبار في هذا البلد، وكنتمنى ليهم أنا أي واحد كيدي درهم من الملعب وكيتصرف فيها أو كينهبها بدون وجه حق، خاصو الحبس والعقاب والمساءلة. ولكن عندنا أيضا شفارة صغار، وأي شفار كبير كيف قلت لكم في واحد الحلقة سابقة شي عميل هذا قبل ما يولي شفار كبير كيبدا شفار صغير، غياب الضمير والانعدام الواسع الاخلاقي ما عنده علاقة لا بشفار صغير ولا بشفار كبير. اي واحد الا ما عندوش الضمير والوازع ديالو وما كيخافش من الله كيف ما كان، صغير كبير مزلوط صغير عنده نفوذ ما عندوش، نهار اللي كطيح له ميزه في يدي الهوجه اللي على بالكم والله ما كيزقالها نهائيا. وهذا هو حالنا للاسف الشديد، ولهذا السبب ما عمر بلادنا غادي تتقدم او تزيد لقدام من حد بحال هاد العقليات مازال مخيخه عندنا في البلاد. تحياتي العطيره لكم جميعا، هذا محمد البوداني كيقول لكم تفاعلوا مع هذا المحتوى بما ينبغي عن طريق اللايك والبارطاج والتعليق، حتى هو خليو التعليق ديالكم مهم باش تعم الفائده وباش الميساج ديالنا يوصل الى من يهمهم الامر. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى موضوع اخر باذن المولى عز وجل.